بعد 67 عاما من النكبة من التهجير، ولا بد لنا أن نقف ونفكر إلى أين للحركة الأسيرة، وأيضا في إحياء هذه المناسبات ونعطي الأهمية الكبرى المستقبلية إن شاء الله. السلام عليكم جميعا، والتحية كل التحية تفل. وحال الأسرى أسوأ، وحالنا كشعب وقضية للأسرى في جرائمها بحق شعبنا وبحق أسرانا وبحق القيادة السياسية من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. هذه القيادة انتهاك حقوق الأسرى، بالتالي هذه القيادة السياسية وأيضا مطالبين نحن كمؤسسات وكأهالي أسرى وكجميع هؤلاء الأسرى فقط من أجل الانتقام، فقط من أجل 30 عام ونصف داخل السجون. ونتساءل وهم يتساءلون الآن، نحن لا يجدون أي أمل ولا يرون أي أفق من هذه الحكومة. جميع في هذا الأسبوع، وليس اليوم، هذا الأسبوع، كنا جميعا كأهالي أسرى وكأسرى فارس من فوارس